يا سندي سندي ترى هذا كل ما اوقف تسجيل يجي يعيد من بجديد 30 دقيقة ايش انا يعني هي اكثر من اكثر من فيديو حيكون عادي هي تكون الترتيب وانا اشوف هي احسن كمان انها مجزاه اي عشان لا مجزاه تكون احسن لا تقدر ارفعها صح اقدر ارفعها 500 انت ما خاصه سنين خاصه خاصه شوف شوف نبدا في الساكن واللي عنده اسئله بعدين يسال خلاص حلو هذا النظام ويرحم امكم يا شباب والله اللي يتكلم اقسم بالله شباب خلاص اعقل شوي هذه دائره مترابطه ما نبغى احد يسال احد ركزوا شوي ركز دقيقه اسال سندي 120 ثانيه ما اطلب اكثر من كذا 120 ثانية افهم اللي سبين سيف الكريب ساك خلاص تبدأ انت بستان كوي الاكتيفيشن خلصنا منه نهاية الساكل يطلع عندنا اوكسار استيت اوكسار استيت زائد استان كوي في وجود الستريت سنتيز يطلع عندنا ستريت بعدين الستريت في وجود الاكوليتيز يطلع عندنا سيس اكوليتيت يعني اثنين ايه مش ايه معك؟ المهم بعدين اسيس اكونيتيت في وجود الاكونيتيز يطلع عندنا ايجي ستريت الايجي ستريت في وجود طبعا انت لاحظ في شيء هنا بدايه الاسم هنا بدايه الانزيم احفظها كذا استالكولين شوف عشان فاكر رقم واحد 2A 2B ترى 2 مكسوم 2 يعني كذا احفظها لازم صح؟ ما فهمت هذه 2A 2B ما فهمت هذه تو فرود ما فاهم المذاكره لا بس اللي 2A 2B هذه ايش 2A 2B هذه واضحه يا سندي سندي هذه احسن الاول هذه هذه استاكو اي دخل وموجوده اوكسار ستيت خلاص طيب في وجود دار انزيم طلع دو بعدين في وجود دار انزيم طلع دو هنا كاتب لك ترى تو ستيب رياكشن لانه 2A و 2B بس اقول لهم في السلايدات جايبين واحد انت احفظ الواحد اللي هيطلع لك ايش صار عندنا الايس ثريد ودخل معنا في وجود الانزيم هذا طلع عندنا الراد اتش وطلع عندنا مختصر الانزيمات ترى مختصر الانزيمات مختصر الانزيمات عشان كذا اللي بعده احسن يطلع عندنا الراد اتش ويطلع عندنا سي او 2 ويطلع عندنا الفا كيتو جلوتريت بعدين في وجود الانزيم ده يطلع عندنا سي او 2 ترى هذا يدخل عندنا النات النات موجود في خطوه قبلها يعني طب سندي 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 هذا النات والنات ايش هذه داخل طبعا النات ايوه هذه اهم شيء في اهم شيء في الويب سايت النات لا الويب سايت من اهم الاشياء تدخل الطاقه اكثر شيء تجلب طاقه تفاصيل جايه بعدين تفاصيل جايه بعدين خلاص اقول لك ايوه حنمشي على التفاصيل جايه يعني خلاص شباب مشينا نحن لين هنا خلاص الفا كيتو جلوتريت يدخل عندنا كو اي يطلع سي او 2 ويطلع ناد اتش في وجود الانزيم ده طيب ويطلع عندنا سكسينال كو اي بعدين سكسينال كو اي في وجود الانزيم ده اللي هو سكسينيت ثيوكينيز يطلع عندنا جي تي بي جي تي بي هو اي تي بي احفظه زي كذا لا اي تي بي بس في الكريبس هذا جي تي بي انه في الكريبس بس سندي ايش هو البي اي بي اي اللي هو انورجانيك فوسفاتوز عباره عن ون فوسفات يدخل هو فوسفات يدخل يركب في المولكيولر فورمولا يعني يعني هذا فوسفات فوسفوريليشن هذا فوسفات بي اي فوسفات بي اي فوسفات فطلع عندنا سكسينال كو اي في وجود الانزيم هذا وفي وجود الجي دي بي وفي وجود البي اي يطلع عندنا جي تي بي وكو اي اللي هو دخل هنا يطلع عندنا هنا ويطلع عندنا سكسينيت بعدين في وجود الانزيم هذا اللي هو سكسينيت دي هيدروجينيز يطلع عندنا فايد اتش 2 هذا كومبلكس 2 ويطلع عندنا فيومريت يعني احفظ يا سندي مثلا ايوه ايوه الشركولين حقه الانزيم كذا صح؟ يحفظ الانزيم والناتج بس الانزيم والنواتج كلها بس وش وش يطلع من هذا؟ ايوه وش يطلع؟ هذه هي كليب ساكس هذه هي كليب ساكس ترى سهله يا ابوي لا تخلص سهله سهله وخلصت ثلث ساعه خلصت ثلث ساعه كلكم ما جت فخلاص خلاص ماشي انا فيومريت يجي عندنا في مريز يطلع عندنا المليت مليت مليت على قولتهم مليت خلاص مليت هذا اخر خطوه في ملينا يا ابوي خلاص اسس مليت خلاص يا فل في وجود الام دي اتش اللي هو ناس اي اللي هو مليت هيدروجينيز مليت هيدروجينيز يطلع عندنا نات اتش اللي هي ثالث نات اتش شوف هنا اول نات اتش وهنا ثاني نات اتش وهنا ثالث نات اتش كل واحد طلع لنا ثلاثه ايش ثلاثه في ثلاثه في واحد جي تي بي جي تي بي طلع واحد نفس شغل هي هي ابدا ابدا بالشرح اخر شيء يرجع عندنا اوكسارو ستيت خلاص الاوكسارو ستيت بعدين يرجع مره ثانيه يعيد اللف يمسك في ستاركو اي ويرجع يعيد له عشان كذا صار اسمها ساكت اخر شيء ايش
سيتات وسيتات. بس شوف الاكس دكتور سندي هو خاص يعني 20 سنه كل واحد فيه الكب هو السي او 2 مش فايده هي مع الشرح يا سي او 2 انت اهم شيء تعرفه انت هنا خسرت كربون فانت هنا بديت هذا 2 كربونز وهذا 4 كربونز هنا 6 هنا صارت 5 هنا رجعت 4 ومرتين رجعت 4 هنا فاهم علي لانه ترى لازم تعرف انت كمان الكربون فين راح وفين جاء هنا بدأت باثنين أربعة صار عندك ستة صح؟ فقدت هنا واحد وفقدت هنا واحد تاني بقي عندك أربعة في سكسينيل صح؟ نعم بعدين سكسينيل يمشي معك أربعة لين ما يرجع مرتين وزير وستين وتكمل ألفه مرتين وثلاثة ورابعة لين ما نبدأ في الخطوات على السريع ما نطول فيها أنزل؟ طيب ستيجز ولا تي سي اي؟ مختصر كم الخطوات؟ لا هذه نقسمها ثلاث خطوات أو ثري فيزز أنا قولتك الكل فيز في الخطوة. أول فيز اللي هي ال attachment of استال كو إيت وأبزار وستيت. زي ما قلت لكم لازم الاثنين يركبوا على بعض عشان يصير عندنا ستريت 6 كربونز وتبدأ معانا الكربسات خلاص. طيب. تاني هذا عبارة عن رياكشن. الرياكشن هون. تاني ستيج يصير breaking of أبزار وستيت carrier اللي هي من 2 لفايف. وبعدين من 6 لإيت اللي هي regeneration of the carrier. هذا باختصار اللي بيصير إذا تبي تحفظه تفهم فيني تاني. خلاص 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 تحفظ هذا خلاص هذه نفس الثانية هي نفسها نفس الثانية ايوه خطوة رقم واحد تحفظ يا عيال خطوة رقم واحد يحفظ ال البروتين حقه تحفظ الانزيم حقه وتحفظ ال خطوة رقم اثنين هذه خطوة رقم اثنين ما فيها شيء هذه اثنين جمجينا الفهد تحفظ انت خلاص انا ما فهمت هي ايش اثنين ايه فهمت هذه ايوه شوف في السايكل في 2A و 2B حتطلع منك مويه بعدين حترجع تدخل بانزيم ثاني ارجع السايكل لكن انت لا ترجع السايكل لانه تأكيد مو لازم تعرفه فاهم علي انت احفظ انه خلاص عندك اوكيتيز حول الستريت للستريت بس ما لازم مو لازم تعرف الاسيس الاسيس مهمه يعني ما مهمه البال الكلام هذا قد هذا رقم جالس ريكوردات ومن هنا هذا هو اللي انت لازم تعرفه الصوره بس عشان تساعدك في الفهم فاهم علي يعني انت في لما تيجي تراجع الكورسز ولا كريب ساكن اسحب الصور امشي على الخطوات 1 2 3 4 افهم ايش اللي بيصير جيب ورقه وقلم سوي جدول فاهم علي نصيحه احلى طريقه تراجع فيها وتخلص الاثنين في ساعتين كثير من ساعه سندي بالنسبة لي سندي ولا ساعة سندي ما في بطارية خلاص انا واقف سوي جدول حط الخطوات بعدين حط كل خطوة ايش اللي بيدخل فيها اسم الانزيم وايش بيطلع خطوة 2 ما فيها شيء مهم يعني خطوة 3 يطلع عندنا اول ناد اتش ويطلع عندنا اول سي او 2 خطوة 3 خطوة رقم 4 in this reaction the second ناد اتش is produced and second the CO2 is released فثلاثة وأربعة يعني هو لو قالك السي او 2 فين يطلع في الكريب ساكت تقول خطوة ثلاثة وأربعة حلو إذا قالك النادي اتش فين يطلع خطوة ثلاثة وأربعة وفي واحدة ثالثة دحين نجاوبها شوية أوكي هنا في كلام على الألفا كيتو جلوتريت It is a multi-enzyme complex خلاص It is not subject to covalent modification هذه الزبد أنت تبغى تقرا الكلام اللي في النص عشان تفهم أفهم احفظ انه هو عباره عن مالتي انزيم كومبلكس وعن انه نوت سبجكت تو كوفالنت موديفيكيشن نوت سبجكت يعني كيف ليس نوت سبجكت يعني لا يخضع لا يخضع ايوه رقم خمسه يقول لك جي تي بي از فورمد فروم جي دي بي جي دي بي اللي هو الاي تي بي ايوه هذا الاي تي بي من الاي دي بي نفسه اسيتون لا لا جي تي بي اللي هو واحد اي تي بي ايوه يعني هم نفس الحكايه ترى الفرق انه هذيك اسيتون جلوتو حاجه ايوه جلوتو دايف سبيت ترى في جي تي بي هذا كريبس خاصه في كريبس بس هي ما هي موجوده في ال طيب بيقول لك انا شوف ايش بقول لك انا جي تي بي از كونفرتد تو جي تي بي الكلام انا حاطه بالبني ترى الزبد هذا تحفظه وادخل الاختبار و نفس الفرق ان شاء الله ودي اعرفه ولا انا حاطه هذا حاطه من الريكوردات هذا حاطه زبد تجميعات السندي هذا انت مسوي جي تي بي كم بس التحديد ماني فاين الاخيره كيف ما سيدي شكلنا ما حنخلص طيب اطلع عشان انت تسكت حنخلص طيب
يقول لك في كان عندنا حاجه اسمها اي تي بي واي دي بي صح؟ هنا قال لك بتفلسفوا في حاجه اسمها جي دي بي وجي دي بي. بعد ما يطلع عندك جي دي بي تحول الى اي تي بي، بس يعني جي دي بي هو اي تي بي في الاخير ما فرقت. ايوه بشهر واحد في الاخير حطلع لك كل اي تي بي. رقم 6 فيس. ما انت تبغى تحفظه بالفيس احفظه، تبغى تحفظه بالخطوات جي دي نزلت ايش؟ حنزلها اليوم ان شاء الله في ميلز اشوف انا ولا نزلها عاد نزلها يا عبد الرحمن. ايوه ايوه نزلها نزلها رجال والله اسمعك اسمع متى حتنزل؟ ايه؟ حنزل؟ اليوم اليوم حينزل اليوم اليوم هو هنا موجود هي درايف اديني هي حصل انزلها يكون عندي شغل. هذه رقم 6 ما فيها شيء يعني مهم اللي يحفظ بس اللي بيصير الفادي الفادي ورقم الفادي. ايوه ادخل فاد ويطلع فادي تشتو الفادي تشتو طلع لك كم الفادي نفس النادي تي بي شتو اي تي بي النادي اتش وفادي تشتو النادي اتش طلع لك 3 3 اي تي بي ولا ولا فاز خلاص هو يشرح يا سيف ما شاء الله عليك. وعشان طالما انا كذا مطلع وما ادري اقول لك حاجه ترى على فكره النادي اجتماعاتك ترى تعطيك 2.5 النص حط عليك طالما تعطس العين فاهم علي شوفي فاهم بس هذا اجبر النص يعني لا تسوي موجود هنا عشان اجبر النص ترى هو يبص على الغلط هو يقول لك انه الجلوكوز طلع لك 30 طلع لك 20 بالتهديد بس برضه ما احفظها انت زي ما هي الله حقنا نحن بس اللي ندور ورا خلصنا خلصنا السنه كذا خلاص في احد في شيء مو فاهم بس انا بس الحين جاي الخطوات بس جاي كرسي الصعب انت بس انه فهمته جاي كرسي والله اصعب مره سهله كريبس بس انه جاي كرسي سهله ترى كله سهل ترى هي كمل كمل لا معليش اصبر شوف شوف انا اقول لك حاجه شوف شوف السايكل ولا تشين سهلين اللي صعب الريجليشن الريجليشن هو الصعب اني احاول حتى زي اللي تحت هنا في ريجليشن هنا شيء اول شيء ريجليشن مع الشعر ريجليشن انت شعراوي؟ لا تحب نبدا نبدا خلصنا خلصنا ترى ما بقى كثير ما بقى كثير كمل يا عمي حتستنى كل الشعب يسكت في الانرجي برودكشن تي سي سايكل والكيرف سايكل في لفه واحده يطلع عندنا 1 اي تي بي اللي هو كان 1 جي تي بي وتحول على 1 اي تي بي خلاص ويطلع عندنا 9 اي تي بي من ال 3 ناديتش ويطلع عندنا 2 اي تي بي من ال 1 فاديتش 2 لا تنسى انه نحن بنتكلم على 2 اسيتال كوي على واحد فانت حتضرب هنا في 2 فكريبس سايكل كم اي تي بي بالكامل طلع لنا 24 24 زائد الجلايكوليسيس كم طلع لنا 8 لا 24 8 32 وفي بعدين الليفل ترانسبورت تشين 6 زياده المجموع الكامل 38 لكل جلوكوز واحد. ايوه ايش هذا ايش اخر شيء قلنا يا ولد؟ الحين كريب ساكن سويناه على ستاك واي واحد. ايوه انت من الجلوكوز الواحد كم ستاك واي جاك؟ كم فارفيت طلع لك من الجلوكوز؟ اثنين في الايروبيك 2 بايروفيت 2 بايروفيت كل بايروفيت طلع لك ستاك واي كل ستاك كل ستاك واي حيسوي كريب ساكن كامل ويطلع لك 12 12 في 2 24 عندك ال 12 واحد ميتين قلت يعني وتضرب 12 في 2 دقيقة يعني والله واضح يا اخي اخبطونا والله يا اخي اخبطونا اللي بعد اللي بعد ايش فروم كومبليت اوكسيديشن اوف جلوكوز هنا هنا حاسب لك هي بشكل ثاني او حاسب لك هي بالكامل قصدي يعني ايروبيك تفصيليا ايروبيك يعني فيه اوكسجين شوف ما قلنا بايروبيك ما قلنا اي بايروبيك من ايروبيك ايوه في حاجه مهمه اخر سطرين هذه ايوه دكتور كومبليت اوكسيديشن طيب الاوكسيديشن اوف جلوكوز بالكامل مو بس كريبس ساكن بالكامل في الايروبيك جلايكوليسيس طلع لك كم اي تي بي؟ 8 اي تي بي بعدين البايروفيت دي هيدروجينيز اللي هو في اوكسجين برضه ايوه هذا كله في الاكسجين هذا كله في الاكسجين ساكن في الاكسجين اذا ما في اكسجين ما في كريب ساكن ويطلع لك اثنين بس والكريب ما يشتغل لو ما في الكريبس ما يشتغل الكريبس لازم اكسجين اسمع بالله خلاص الجلايكوليسيس يطلع لك 8 بعدين عمليه الاكتيفيشن اوف بايروفيت اللي هي سميناها بايروفيت دي هيدروجينيز هذا الكومبلكس تذكروا اللي هي الثلاثه يحول الاسيتايل كول يطلع لنا 2 اديتش هذه 6 8 و6 كم؟ 14 بعدين في الكريبس ساكن طلع لنا 24 8 زائد 6 زائد 24 اجيب اخوي الصغير احسب لك 38 والله شاطر يا سيدي بس انت شايف انه هذا ذكاء الله يعينك بس انت هذه عمليه الاكتيفيشن طيب
طيب تخش في الكلاس لا تاخذها انتيفيشن لا عمرو لا عمرو يا سندي مو سندي مش كلب سيزون سبي اه هذا حق يجي الكوست ايوه لا تسوي بارتيس يا عيال بالله حتشوف حتشوف الدوريس الجرافيكس اوت سايد كريب سايكل ايوه كريب سايكل 24 بس حتنزل لسه ما نزل ترى كومبليت فروم جلوكوز من الكيو الار بي سيز الاوروبيك ومن هذا ومن جلوكوز كريب سايكل شو شو ومن على لا 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 لينك ولا سيجار سيجار راس دقيق الخلية اللي فيها ميتوكوندريا وفيها أكسجين فيها ميتوكوندريا وفيها أكسجين يدخل واحد جلوكوز يطلع 38 اي تي بي ما شاء الله وضحت ويطلع عندك 2 CO2 ما شاء الله سبحان الله سبحان الله الأخير هذه هي في الانر ايوه هذا شوف الانيروبيك ايش يصير زي الار بي سيز ار بي سيز انيروبيك وما فيها ميتوكوندريا صح؟ صح ايش يصير عندك؟ 2 اي تي بي بلس 2 لاكتيت موليكيولز هذه كنت سالنا يا فيصل كم لاكتيت؟ شوف كم هذه الار بي سي ايوه اثنين ها؟ لانه كان عندك واحد بايرفيت وواحد بايرفيت كل واحد منهم صار له اكسديشن بالناتج حقه يعني هذه في الار بي سيز بس يقول لي في الار بي سي لا هذه موجوده مو موجوده لا انت هذه كانت موجوده ما هي موجوده خلاص نزل لنا دي نطبعها اذا مو موجوده معنا سندي نزل لنا دي نطبعها يا اخي نزلها نزلها كامل كل الكارد لا في بعضها كتبها حسابي الاخير فانكشنز اف تي سي ساكن فانكشنز حقتها اتاز بوث انابوليك وكاتابوليك فانكشنز خلاص عندها انابوليك انابوليك اللي هو بنى وكاتابوليك اللي هو هدم يا اخي في مساك عادي انا بقولك كاتابوليك يا شباب لا 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 شوف شوف كاتابوليك يقول لك التي سي سايكل تساعدك ممكن تساعدك في انتاج الليبيدز كربوهيدرات في الاكسديشن معليش يلا خلاص سندي لا توقف كمل خلاص امك يا اخي لا توقف يا اخي تي سي سايكل عندك كاتابوليك وانا بقولك فانكشنز كاتابوليك تساعدك في الاكسديشن حق الكربوهيدرات الليبيدز البروتينز والانرجي برودكشن خلاص الانابوليك تعتبر انه سورس في الانترميديتس في البايوسينثيسيس اول واحد عندك الاوكسالو ستيت هذا هو اساس الكريب سايكل اللي هو اول واحد يركب في السيركلين وعندك الالفا كيتو جلوتاريت هذا مهم برضه الفا اخر واحد ايوه ايوه مهم لا هذا الفا كيتو جلوتاريت هذا الرابع الخامس خامس واحد اظن الفا كيتو جلوتاريت خلاص ماشي نحضر بعدين وسكسينال كو اي ولا انزيم ايه انزيم هذا كومبلكس شوف هنا اقول لك الاوكسالوسيتات كومبلكس يعني انزيم يستخدم في الجلوكو نيوجينيسيس جلوكو نيوجينيسيس جلوكو نيوجينيسيس الدرس الثاني هذا هذه ما استخدم في الكريبس الا في الكريبس ولا استخدم في الثنتين يلا استخدم في الفا كيتو جلوتريت يستخدم في السينثيسيس اوف سام نان اسينشال امينو اسيدز غير الكريبس هذا مهم اني اعرف فين استخدم يا اخي خلاص لا كل شيء اعرف بسيط مي مهم يا سندي طيب الحين الكاتابوليك هي الوظيفة الأساسية للكريب سايكل الوظيفة الأساسية هي البرودكشن فيتي لما تكون الطاقة عندي كل حالة تشتغل اللي هي طيب ما تشتغل على أشياء تانية اللي هي الأنابوليك وزي كذا هي اللي بعد وآخر شيء السكسينال كرو اي از يوزد ان هيم سينثيسيس تصنيع الهيم في الهيموجلوبين والميوجلوبين الهيم ده اللي أخذناه أول درس يستخدم في تكوينه السكسينال كرو اي بيشرح